كلنا وقتها قلنا لحضراتكم ان السفارة السعودية في المملكة المتحدة قدمت لبريطانيا ما يثبت ان خالد مسعود اشتغل مدرس في السعودية لثلاث سنوات، والبيان ده صدر عن القنصلية السعودية في المملكة المتحدة. وكمان الحقيقة البيان اشار ان كان له علاقة بواحد من الشيوخ اللي تم تصنيفهم في بريطانيا على انهم شيوخ تطرف وشيوخ ارهاب، وانه تعلم على ايديه اثناء تواجد هذا الرجل في السجن في لندن. يعني الحكاية ليه كده؟ ومش دي برضو بريطانيا اللي استقبلت العريفي؟ فاكرين الشيخ العريفي؟ فاكرين لما راح عمل خطبة الجمعة الشهيرة اياها في جامع عمرو بن العاص، وجمعوا له من كل نسميهم ايه؟ مش عارفة، الاتباع اللي بلا عقل، واللي قعدوا فتحوا الصندوق وقال لك محدش يطلع غير لما تتبرعوا. فاكرين التبرع كان لايه؟ مش برضو الشيخ العريفي ده اللي استقبله المعزول مرسي بالصدر المفتوح، وبعدها طلع يبيح دم الناس في سوريا؟ مش برضو الشيخ العريفي ده اللي لما راح لندن الدنيا قامت ما قعدتش لحد ما قدرت جمعيات تقنع الحكومة البريطانية ان ده شيخ ارهابي؟ بس الشيخ العريفي موجود في بلاده عادي، يعني هو موجود في السعودية عادي، لا هو في سجن ولا حاجة. تبقى المسألة هنا محتاجة ان احنا نبحلق، علشان الرؤية المصرية للارهاب قالت ان الحالة واحدة، يكون اسمها مرة اخوان، يكون اسمها مرة سلفيين، يكون اسمها جبهة النصرة، يكون اسمها فتح الشام، يكون اللي يكونه، ما هي الحكاية واحدة. ولأن الحكاية صناعة المخابرات البريطانية بالأساس، فلازم تبقى طول الوقت المجموعة اللي بتشغل القطيع هي اللي بتجيد استخدام التكنولوجيا اللي بيتم التدريب عليها في أماكن الاستخبارات البريطانية. يعني بريطانيا هنا نصدق فيها تريزا ماي ولا وزيرة الداخلية، ولا نستنى شوية وما نستعجلش في إطلاق الأحكام لأن اللي جاي تقيل؟ تعالوا نشوف لما موقع 24 الإماراتي يعمل في جزء من شغل كتير عمله هايل الحقيقة عن علاقة الإخوان بالدولة البريطانية بالمملكة المتحدة، ونشوف مين هو العريفي ده، علشان وقتها الخناقات هنا في مصر كانت لطيفة جدا، شبه حاجات كتير من اللي بنعيشها لحد دلوقتي. تعالوا نشوف. وعندما يغيب القرضاوي يعوض عنه محمد العريفي، كما كتبت الصحف الإخوانية محتفلة به. هو الذي حل ضيفا أولا على الحكومة الإخوانية عند فوز مرسي بالحكم، واحتل المنابر الدينية حينها، ونقلت القنوات الإخوانية خطابه مباشرة. ولأعلن الحب المعطر نفحه بشدى الورود ونفحة الأخلاص. وهو الذي كان من أكثر المحرضين على القتال الطائفي ومبشرا بالخلافة الداعشية. ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. محمد العريفي هذا هو الآخر كانت لندن مرتعا له، كما كان أبو مصعب السوري من قبل، إلى أن صدر قرار بريطاني يمنع دخوله شهر يونيو حزيران الماضي، بعد أن ثبت أن ثلاثة بريطانيين ممن حضروا خطبه في مساجد بريطانيا توجهوا للقتال في سوريا. فجأة بات أكثر ما نصدره للعالم هو الإرهاب، لكن لا يجب أن نفاجأ، يقول الباحث في مركز كويليام البريطاني لمكافحة التطرف هراس رفيق. فالمملكة المتحدة تدعم الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين وفروعها منذ عقود، فيما كانت هذه الجماعات تلقن شباننا أن عليهم الانضمام إلى صفوف الصراع لإنشاء خلافة يوتوبيا إسلامية، ومن ثم توسيعها في جميع أنحاء العالم. إذن لا يجب أن يفاجأ الباحثون اليوم بكل هذا التاريخ، من البنا مروراً بأبي مصعب السوري وصولاً للقرضاوي والعريفي وللمشهد الأخير الذي هز البريطانيين،
فالرجل الداعشي الذي نحر الصحفي الأمريكي تبين أنه واحد من 3 محتملين من البريطانيين الذين انتقلوا للقتال في سوريا على وقع خطابات تحريض كخطابات القرضاوي والعريفي وغيرهما.